بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان اخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نبدا واحد السلسله جديده ديال الفيديوهات بعنوان كل يوم معلومه. دونك معلومه اليوم هي: واش عمركم تساءلتوا علاش الماكينه ديال الصراف الالي لا تي ام كتكون غير من 4 ارقام؟ دونك بيان سور كو داك الصراف الالي يعني جعل الحياه ديالنا اسهل واكثر راحه، بحيث انه يمكن لك دير لاكارت ديال شي ديالك ودير الكود اللي كتكون ب4 ارقام وتاخذ الفلوس ديالك. ولكن علاش 4 ارقام وما يكونوش مثلا 6 ولا 8 او اكثر، ربما نزيدوا كاع حروف يجعل هذا الرقم يكون صعيب بزاف. دونك المساله ببساطه هو انه في 1967 قام المخترع الاسكتلندي جون شيفرد بارون باختراع هذه الاله ديال الصراف، وكان اقترح انه يدير 6 ارقام، ولكن بحكم ان زوجته ما كتقدرش تعقل على 6 ارقام قام بتعديل هذا الاختراع ديالو وجعلو غير 4 ديال الارقام باش يكون اكثر سهوله. قال لك سيدي ما بغاش يغضب مرته، ومن ثم يعني اصبح هذا الرقم السري كيتكون غير من 4 ارقام. دونك هادشي اللي كاين في هذه المعلومه. نتمنى نتلاقاو في معلومه جديده ان شاء الله. دونك الى عجبكم هاد الفيديو هذا حاولوا ديروا لنا بارطاج وديروا لنا لايك، والناس اللي ما مشتركينش معنا ديروا لنا اشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.